يستمر العدوان السعودي الأمريكي باستهداف البشر والحجر والشجر في محافظة صعدة، إلا أن الحياة مستمرة تنبض بإحياء عدد من الأنشطة والفعاليات. فالعدوان السعودي الأمريكي قصف محافظة صعدة بصورة همجية عشوائية، ظن منه أنه سيعطل الحياة في وقت يأبى أبناء محافظة صعدة، إلا أن الحياة مستمرة في تنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات. انقضى اسبوع الشهيد بعد ان احياه ابناء محافظة صعدة كغيرهم من ابناء اليمن، وتبقى صعدة جريحة وابناؤها صامدون رغم ما خلفه العدوان السعودي الامريكي وما حل بها من دمار على ما يقارب العام. منازل وابنية هدمت، وشوارع واسواق ومنشآت عامة وخاصة نسفت. يقابل ذلك معنويات مرتفعة وهمم عالية وجباه لا تركع إلا لله. برنامج الأمم المتحدة الذي قاموا بالدعم السخي في هذا البرنامج النقد والمقابل العمل، حيث قد قام المشروع باستقطاب اليد العاطلة في المحافظة، وكان مشروع جيد في المحافظة يشكر على الجميع. وفي الأخير نشكر كل من تعاون من الإخوان أو البيوت والمنازل والمحلات، وكل الشكر للجمعية أبناء محافظة صعدة ومكتبة تحسين. هذا يعني نشكر البرنامج الإنماعي للأمم المتحدة الدعم مشروع النقد مقابل العمل الذي نفذته جمعية أبناء صعدة، حيث قامت برفع المخلفات من العدوان الأمريكي السعودي، والآن شغلت أيدي عاطلة على العمل، ولمسنا دورها في صعدة ولمسنا دورها في الشوارع، والحمد لله يعني اشتغلوا ناس كانوا عاطلين عن العمل. مشروع النقد مقابل العمل الذي تنفذه جمعية أبناء صعدة وبتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يواصل مشواره ويعمل على معالجة جزء بسيط من ما خلفه العدوان من مخلفات تراكمت في الشوارع والأحياء وجزر الطرقات، بل استغضب كثيرا من الشباب والحد من البطالة وإنعاش السوق المحلية. نشكر جمعية أبناء صعدة على هذا المشروع الناجح والذي يسمى النقد مقابل العمل، لإضافة مدينة صعدة مما خلفه العدوان الأمريكي السعودي على محافظة صعدة. نحن مع النظافة نعمل في مشروع العمل مقابل النقد، وذلك بدعم من جمعية أبناء صعدة وبتمويل من البرنامج العالمي للدعم. شكرا على النظافة التي نلمسها في محافظة صعدة، ونشكر العاملين فيها والمشرفين والمقيمين جمعية أبناء صعدة. يلمس الزائر لمحافظة صعدة حجم المعاناة وحجم الاحتياج الذي تحتاج إليه لتستمر الحياة وتعود إلى طبيعتها. المواطنون في صعدة بعد ما يقارب العام من همجية الظالمين وغطرستهم أرسلوا رسائلهم للعالم كله بأن الإرادة التي عرف بها اليمنيون في الماضي هي اليوم بذاتها وأكثر. لقناة اليمن، من اليمن عيسى عاطف، محافظة صعدة.